معنا عبر الهاتف الآن دكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد. يا فندم مشرفنا ومنورنا. يا أهلا بيك يا أستاذ كريم. أهلا بحضرتك. الاختيار تم على أساس إيه؟ إحنا دايما عندنا يعني تطلعات وطموحات مع منتخب مصر لكرة اليد، فلو كان عندنا مدرب كنا شايفينه ناجح، حابين كمان إن المدرب الجديد اللي تم الإعلان عنه رسميا اليوم يكون أيضا مدرب بمعايير تضمن النجاح إن شاء الله الفترة القادمة. هو طبعا هو يعني المدرب من يعني في مستوى الصف الأول على مستوى العالم. عظيم. في المجموعة المتميزة. سبق لي طبعا بتاريخه إنه خد بطولة عالم، في قد فضية أوروبا، يعني هو متميز وده بيعتبره الأستاذ بالنسبة للمدرسة الأسبانية يعني. وطبعا كانت فترة طويلة كان يمكن كان الناس اتكلمت سريعا وقالوا تسرعوا يعني شوية، لكن ده كان فترة التفاوض. احنا كان بيهمنا خلال تفاوضنا معاه ان احنا يكتسب المدربين المصريين معاه، يعني مش جاي بحيث ان هو يقوم بمهمة وتنتهي، احنا عايزين يعني نستغل الفرصة دي في ان احنا نطلع جيل من المدربين المصريين هايل وكوادر فنية متميزة. هايل. وده في الحقيقة كان ده ضمن شروطنا وعدنا، بالإضافة إلى إنه يتمم المنظومة كاملة اللي هو يكون معاه الإشراف على الشباب والناشئين، فتبقى المدرسة يعني فيها نظم أو فيها أسس فنية بيطلع عليها اللاعب. في بعض يعني النقاط المهمة الأساسية اللي الاتحاد ده مستقبلاً لصالح مدربينا ولصالح المنتخب القومي، طبعا لا شك ان احنا اولا واخيرا ان احنا عايزين نحقق انجاز متميز وافضل، وده لازم يعني لازم هنفكر فيه، ولكن احنا مش ناسيين ان احنا يعني اذا كنا بنقول ان احنا مصر بقت في مصاف في دول العالم في كرة اليد، طبعا لابد ان تكتمل المنظومه، يبقى عندي المدرب المصري الكفاءه المتميز اللي يضاهي مدربين العالم، يبقى عندي الحكم، يبقى عندي زي ما بقول اللاعب ده تحت اضلاع المثلث. احنا بنحاول نستغل كل اطراف هذه المنظومه بحيث نلتقي كلنا مع بعض كده عشان نتقال بحق ان مصر مكانها الطبيعي ان شاء الله. دكتور محمد بين دول العالم. دكتور محمد هيكون متفرغ لمنتخب مصر ولا هيكون معاه فريق اخر زي ما كان بروندو؟ لا 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 لا، هو ده كان شرط اساسي ان يكون متفرغ طبعا، وان احنا نستفيد منه كل الوقت يعني. فالحمد لله جاي بشروطنا ومواصفات طيبه، وهو كمان طموحاته عاليه جدا، يعني عارف ان هو جاي على منتخب له اسمه، وان احنا يعني قاب قوسين او ادنى من ان احنا نحقق ميداليات، فهو جاي يعمل يعني جاي ده هدفه الاساسي، وهو عنده الطموح ده وعايز اثبات الذات، وان شاء الله مع بعض يعني. طيب دكتور، هو دكتور محمد ليه التعاقد لمده سنه فقط؟ هو التعاقد 14 شهر تنتهي مع بطوله دوري طوكيو 2024، دوري عفوا فرنسا، دوري باريس 2024، دوري باريس. طيب يعني هو بعد دوره باريس لو لا قدر الله تعثر فمش هيكمل معانا، لو الامور جيده فهيتم التجديد له. بالظبط، هو ده اللي انت بتفكر فيه. بالظبط كده. طيب مين اللي هيكون الجهاز بتاعه ان شاء الله يا فندم؟ والله هو احنا يعني احنا في الفتره الحاليه بيهمنا برضه جزئيه، يعني انت بتصار بينا مجلس اداره الاتحاد، وهو متفق معانا تماما فيها، ان احنا بنبحث عن لاعبين معتزلين ياخدوا الخبره دي، لاعبين منتخب قومي، لاعب مستوى عالي مصري، وبوجوده جنب قامة وخبرة كبيرة زي باستو هيستفيد، ويبقى عملنا الكادر الفني المطلوب لمصر في الفترة دي. فاحنا بنبحث عن مدربين لازم يكونوا لاعبين دوليين يعني ومتميزين ان شاء الله. دكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. طيب